مرحبا يا أطفال، أهلا بكم في Learning Lab Online School. أرجو أن تكونوا بخير وعافية. يا أطفالي الأعزاء، هذا هو درسنا الخامس حول Yellow Color. فاليوم سوف نتعرف على اللون الأصفر، أي Yellow Color. جيد؟ واللون الأصفر لون مشرق وسعيد، يمكن العثور عليه في كل مكان حولنا. أولا، هيا نلقي نظرة على بعض الأشياء ذات اللون الأصفر. فهناك على سطح الشاشة هي اللون الأصفر، yellow color، وهكذا هناك yellow crayon، و أيضا yellow paint. انظروا إلى هذا، وبعد ذلك سنناقش المزيد من الأشياء. جيد يا أطفال، هنا في هذه الصفحة وفي هذه الورقة لدينا بعض الصور التي يمكنكم العثور عليها، فكل من هذا في لون أصفر. في لون أصفر. جيد، فهناك عندنا يلو بنانا، سان فلاور، تيك، سكول باس، وهكذا هناك ليمون. كل من هذا في لون أصفر، أي في يلو كولر. ويلو كولر أيضا لون الشمس، عندما تشرق الشمس فالسماء زرقاء، أي السماء بلو والشمس صفراء، ولهذا السبب غالبا ما نرسم دائرة صفراء عندما نرسم صورة الشمس. جيد يا أطفال، فهناك المزيد من الأشياء التي ذات لون أصفر، فعليكم أن تكرروا بعدي. طيب يا أطفال، فهناك عندنا yellow duck، وهكذا كورن، أي زرة ولونها يلو، وهكذا فيش، يلو فيش، وهكذا كراون، يلو يلو كراون. كل من هذه الأشياء في لون أصفر. جيد، هيا نقوم ببعض الأنشطة. هذا النشاط لكم، يمكنكم القيام بها باللون الأصفر فقط. جيد، فهذه الصور عليكم أن تلونوها باللون الأصفر فقط، باللون الأصفر، وهذا لأن هذا هو نشاطكم للون الأصفر. جيد يا أطفال، شكرا لكم. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالتعرف على اللون الأصفر اليوم، وإلى اللقاء في الدرس القادم، والسلام عليكم يا أطفال.